يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. طبعا بمناسبة السنة الجديدة، واتمنى ان انا اكون اول حد بقول لكم كل سنة وانتم طيبين. اصحاب برج الحمل، هنتكلم النهاردة على توقعات 2020. وبرج الحمل بدأت بيك لان انت من بداية الابراج، وفي نفس الوقت من الابراج اللي هيبقى فيها خير كتير في سنة 2020، وهيكون برج مميز جدا، وهتكون سنة سعيدة عليه عمليا عاطفيا في الامور الحياتية. سنة الاكثر فيها هي الحظ الايجابيه، الحاجات اللي هيكون فيها فرص، كمان اللي هيكون فيها امنيات كتيره بنتمناها وكنا تعبانين جدا بسببها، او ان فيها تاخير او مط كتير في 2019، ولكن في 2020 هتبدا ان هي تتنفس. عندنا حاجات كتيره رائعه جدا، على الرغم ان هيكون في بعض الايام اللي هتكون قليله حظ في بعض الشهور، هيبقى عندنا ضغط كبير، ممكن يكون في العمل ضغط، مشاكل من الاشخاص اللي حوالينا نتيجة ان احنا بننجح وهم يقهرهم ان انتم تنجحوا، وده حاجة بتبقى صعبة ان هم يتقبلوها، فبالتالي بيبقى بيسببوا لكم مشاكل كتير، زائد ان ممكن يكون في مازال بعض المشاكل الاجتماعية، ولكن في سبيل ده كله يعني ما يجيش حاجة نتيجة او جنب الحاجات الإيجابية اللي عندنا أو الحاجات اللي هتبقى مفرحة. سنة 2020 هو سنة مميزة جدا جدا لأصحاب برج الحمل كمان، فخلوني أتكلم أو أبدأ من الناحية المهنية عشان ما طولش في الوقت. من العمل والمهنية لأصحاب برج الحمل هتبقى سنة رائعة تماما. من بداية الشهور عندنا أول شهور السنة هيبقى فيه ضغط كبير جدا، ممكن نحس ببعض الأوقات اللي فيها ملل، ولكن اللي هيسعى ويكمل هيوصل لنجاحات يستحيل حد كان يصدق أن برج الحمل هيقدر يوصل لها. برج الحمل انت برج شجاع جدا، وده هيساعدك جدا في 2020. شجاعتك واصرارك وارادتك هيساعدك جدا انك تنجح نجاح رهيب من الناحية العملية. شجع اي حد ان هو يعمل مشروع لنفسه، يعمل حاجة هدف لنفسه، عايز تعمل حاجة مثلا استثمار ايا كان ايه هو نوع المشروع، انصحك جدا انك تعتمد على نفسك وتعمل المشروع ده، هيبقى فيه نجاح كبير قوي، رغم انه هيبقى فيه ضغط ولكن هيبقى فيه نجاح. يعني اي حد عايز يعمل مشروع وخايف من ان الحظ ما يحالفهوش، لا، عندك حظ موجود في 2020 كبير جدا جدا، وهتلاقي دعم كبير من الاشخاص، فده هيساعدك ان انت تنجح. كمان من الناحية المهنية للناس اللي شغالين في اماكن عندكم في ترقيات وفي اماكن عالية تقدروا توصلوا لها، حتى لو هتسيبوا مكان العمل بتاعكم عشان تروحوا مكان عمل افضل واحسن. يعني مش اي حد يزعل عشان هو ساب شغله او وظيفته، لكن عندك وظيفة هتكون افضل واحسن وارقى بالنسبة لك. ده ممكن يكون في حدود من اول شهور لحد شهر مايو او شهر 5، هيكون عندنا التقلبات ديت شوية، مش تقلبات، هي مش قصة تقلبات، هو ضغوط شوية، ولكن كلها ضغوط ايجابية. كمان من الناحية العملية لأصحاب برج الحمل أشجعكم جدا إن يكون في شغلكم أو وظيفتكم مكان أو مش حاجة أنتوا قاعدين فيها على طول، يعني إنك تكون قاعد على مكتب قدام كمبيوتر، فده هيبقى مش حلو بالنسبة لك، ده يسبب لك نوعا ما من الملل. برج الحمل أنت عايز وظيفة أو عايز تعمل مشروع يكون في حركة، في تنقلات، ده اللي هيشجعك جدا إنك تنجح وبجدارة. إنما شغلك لو انت قاعد، دور كويس جدا ان انت تتحرك كل شوية في مكانك عشان ما تحسش بالملل تجاه الوظيفة بتاعتك، لان في كتير ممكن يمر بملل، خصوصا الناس اللي هي بتشتغل في مكان هي قاعدة فيه ما بتتحركش او بتخرج من المكان ده فترات، يعني ما عندهمش فترات بريك يكون فيها وقت كبير. كمان عايزة اتكلم على من الناحية العملية لأصحاب برج الحمل، هيكون عندك حاجات كتيرة من اللي كانت ضغوط عليك ولكن كانت ضغوط سلبية هتقدر تتخلص منها، عراقيل، عقبات، هتبدأ ان انت تتخلص من كل ده، وتلاقي في 2020 الضغوط اللي عليك هي ضغوط للإيجابية مش حاجة سلبية، ضغوط عشان تنجح نتيجتها نجاح، وانت هتكون عارف ده كويس، وده هيكون سبب ان انت تضغط على نفسك زيادة عشان توصل للهدف اللي انت عايزه. هنيجي على منتصف السنة هنلاقي ان احنا الجو بقى احسن كتير، معانا بقينا افضل، بقينا احسن ماديا، ارتحنا من الناحية العملية، بقينا في مكان كويس لينا افضل
بقينا مستقنيصين يعني، بقينا حلوين، حاسين ان احنا مرتاحين اكتر. اما من ناحية المادية، ما دام اتكلمنا على الناحية المادية، لا الوضع هيكون افضل كتير عن 2019. هيكون عندك، كان عندك بعض الحاجات اللي عايز شغلة بالك، خصوصا في نهاية 2019 كان عندك حاجات كتير عايز تشتريها، عايز تعملها، عايزين تعملوا تجددي من نفسك، تجددي من بيتك، حاجات من النوعية دي. ولكن هتقدروا تخلصوا من كل الديون ومن كل الاستلزامات اللي انتوا حاطين نفسكم فيها او عايزين تعملوها، هتخلصوها في بداية السنة. فهيبقى سنة حلوة جدا في ان انتوا هتبقى دماغكم هتخف من عليكم حاجات كتير، سواء من الناحية العملية او من الحاجات الالتزامات اللي انتم عايزين تعملوها في حياتكم، او عامة الديون. في كتير كان برضو ممكن يكون عنده دين، هتبدأوا ان انتوا تخلصوا كل الحاجات دي. كمان هيكون عندكم، خلوني بقى اتكلم على راحة البال عندكم هتبقى في ايه غير موضوع العاطفة والعمل وماديا. هيكون عندك راحة بال يا برج الحمل في الصحة النفسية والصحة الجسدية والشكل والمظهر. كتير من برج الحمل هيبقى راضي جدا عن نفسه، عن شكله، عن مظهره، عن هيئته، عن لبسه، عن طريقة الكلام. فده هيسبب لكم كتير راحة نفسية، خصوصا لما تسمعوا ناس قدامكم بتشكر فيكم، فده هيساعد ان انتم تكونوا احسن نفسيا وصحيا. وهتكون كمان سنة مليانة انتصارات، انتصارات قضائية، انتصارات على اشخاص كانوا حاقدين عليك وبالتالي كان بيشحنوك طاقة سلبية، بيحاولوا ان هم يوقعوك. عندك كمان انتصارات في ان انت هيبقى في صلح ما بينك وما بين الاخرين اللي انت زعلان عليهم، اللي انت زعلان في اشخاص. برج الحمل هو مش فارق يعني، الحمل انت مش فارق معايا انا كحمل مثلا ان انت تزعل ما تزعلش، ولكن في اشخاص برج الحمل فارق معاهم الزعل ده، فهيبدا يكون في صلح ما بينك وما بين الناس دي. كمان هو سنه ايجابيه، يعني انا ما اقصدش اني انا اقول فيها حاجات كتيره ايجابيه، ولكن هي فعلا سنه ايجابيه على اصحاب برج الحمل. الحاجات اللي هي نقدر نقول فيها ضعف حظ او بعض العراكيل اللي ممكن تواجهنا، حاجات هتكون بسيطه جدا، يمكن اكترها اجتماعيا جايه من طريق الحسد والحقد، لان احنا من ضمن اكتر الابراج حسد وحقد، حسد عليكم وحقد عليكم، يعني خلينا عشان الناس بتفهم ساعات على مزاجهم، يعني انتوا هتكونوا محسودين جدا، ده حقيقي، وعندكم حقد رهيب عليكم وعلى حياتكم وعلى دخلكم وعلى بيتكم وعلى اختياراتكم كمان. خلوني اتكلم على الوضع العاطفي عشان الوقت كده بيسرقنا. من ناحية العاطفية هيكون هي سنة فيها حب كبير قوي قوي لأصحاب برج الحمل، هيكون فيها عودة للحبيب مرة تانية بنسبة رهيبة تماما. هيكون في حب، انتم كان في ما بينكم حب ومشاعر قوية جدا ما بينك وما بين طرف آخر، فبالتالي هيكون في عندكم رجوع بنسبة قوية جدا جدا، ويمكن الرجوع ده يوصل لاكتمال العلاقة لنهايتها بالجواز. فيعني مش رجوع وخلاص او رجوع كده ككلام او كصداقة، لا، رجوع لجواز. كمان هيكون في عندكم من الناحية العاطفية للناس المرتبطين او متجوزين تحسين في الاوضاع العاطفية جدا جدا، وهيكون في تميز عاطفي. يعني ايه؟ يعني برج الحمل اساسا انت طبيعتك برج رومانسي جدا وبرج رائع في الحب والرومانسية، اما في 2020 في ترويق الجو بالنسبة لك، ودماغك بقت رايقة اكتر، بقيت يعني قدرت ان انت توصل لاهدافك او بتوصل لاهدافك مع الوقت بشكل تدريجي، ده كله بيديلك راحة بال ونفسية كويسة. كمان مع اخبار رائعة تبدأ ان انت تسمعها او هتحصل عليها في 2020، كل ده هيزود راحة بالك وهيزود عاطفتك ورومانسيتك جدا. لان في مشكلة برضو بلاقيها دايما الناس بتشتكي منها من برج الحمل، يقول لك برج رومانسي ايه ده، برج ناشف، ده برج صعب، ده لا، برج الحمل طول ما هو مشغول هو صعب وناشف، اما لما يكون باله مرتاح فهو روقان الحب والرومانسية واجواء العاطفية رائعة جدا عنده، وده اللي هيكون موجود عند برج الحمل في 2020. يعني اي حد هيكون مرتبط ببرج الحمل عندك سنة 2020 هيتلاقي الرومانسية الجميلة من اصحاب برج الحمل او من الشريك الحمل. كمان من الاشخاص اللي هم لسه ما ارتبطوش، لو كنتوا مرتبطين بشخص وسبتوه فانتوا عندكم احتمال لعودة للحبيب مرة تانية، اما لو انتم مستنيين حب جديد فالحب الجديد موجود وموجود معاكم من بداية السنة، يعني مش في اخر السنة او منتصفها، لا، من بداية السنة في حب، انتم هتعيشوا لحظات رومانسية، هتعيشوا اوقات في اشخاص بتراقبكم عايزين ان هم يتكلموا معاكم،
يفتحوا معاكم في مواضيع في مجالات في الكلام، بحيث ان انتوا تتعودوا على بعض او تتكلموا مع بعض، ويساعدكم جدا ان ينشأ ما بينكم علاقة عاطفية. اما الناس اللي هي في بداية علاقتهم مع بعض هيكون في اوقات كتيرة من السعادة العاطفية اللي هتحسوها يا اللي مرتبطين باصحاب برج الحمل، وهيكون عليكم انتوا عامل كبير قوي عشان العلاقة دي تكمل. يعني لو في مشاكل مع اصحاب برج الحمل، فالمشاكل دي تكاد تكون من الاخرين مش اصحاب برج الحمل، لان برج الحمل هو عنده اشتياق للحب ومدي رومانسية وحب وعاطفة هايلة، فبالتالي مش هيبقى عنده الاختلافات العاطفية اللي ممكن تسبب مشاكل او انفصال او الحاجات اللي زي كده. اما الغيرة لا، موجودة عنده الغيرة، العصبية هتبقى موجودة عنده، حاجات عادية تماما اي انسان ممكن يمر بيها. ولكن كمان بالعكس، ده في طبع برج الحمل، يعني الغيرة وان هو عصبي شديدة في المعاملة، عندها يعني حتى بنت برج الحمل عندها غيرة قوية جدا جدا عن رجل برج الحمل، البنت عندها غيرة عصبية، اما الرجل ممكن غيرته تبقى مش عصبية مع انه انسان عصبي، ففي فرق كبير برضو ما بينهم في النقطة دي. ده هيكون موجود، ورغم ان ده بطبيعتكم، ولكن في 2020 الوضع ده هيقل شوية، يعني مش هتبقوا ماسكين فيه قوي. كمان هيبقى عندكم حالة من القوة والهيبة اللي انتم هتكونوا عايشينها، وده هيساعدكم كتير في تحسين الوضع العاطفي، لان الشريك هيبقى يعني منحاز ليكم قوي، خايف عليكم قوي، خايف انه يخسركم جدا من شكلكم، وان انتم مهتمين لحالكم وبطريقة حلوة وجميلة يعني. اما كمان من خلال الوضع العاطفي عامة كمرتبطين او لسه مرتبطوش، انتم عندكم تفاؤل من ناحية العاطفية، يعني انتم عارفين ان انتم بتقولوا لنفسكم احنا هنبقى احسن، احنا هنبقى افضل، احنا بكرة الناس تتفرج علينا وتقول احنا احسن اتنين. كتير من برج الحمل اللي هم مرتبطين خايفين، وبالذات اللي هم مرتبطين ولسه ما دخلوش على ارتباط رسمي، خايفين يواجهوا مشاعرهم للناس، وخايفين يعرضوا الحب بتاعهم قدام الناس عامة. لكن يعني هتاخد الجرأة، وهتاخد ان انت تقول لا انا عايز الشخصية دي، او انا عاوز الشخص ده، لان كتير منكم في الاهل معترضين على طريقة الحب او على اختياركم لشخص معين اصحاب برج الحمل. اما في 2020 هيكون باجباركم او انتوا بقراراتكم واختياركم واصراركم، ده هيساعد الناس اللي حواليكم بقبول كلامكم او اللي انتوا عايزينه عامة. كمان عايزة اقول ان انتوا كان يعني حظ، كان السنين مش السنة اللي فاتت، السنين اللي فاتت كان عندكم بتمروا ببعض حالات الاختناق، على رغم ان كان في حظ متفاوت، مش حظ بشكل دائم، حظ متفاوت، بعض عراقيل، بعض مشاكل، بعض حاجات من الإيجابية العالية جدا. فتن يا برج الحمل هي سنة السعادة والاستقرار في الحب والعاطفة، سنة السعادة والاستقرار في العمل مهنيا ماديا في الأمور الحياتية. خلوني أتكلم عنها بشكل سريع لأن أنا طولت جدا. الوضع الاجتماعي، أنت عندك حسد سحر، عندك عين بشكل كبير متسلطة عليك في أمورك الحياتية، ما تحاولش انت بقى تخلي حد يعرف امورك الشخصية ايه، بتجيب ايه، بتعمل ايه، بتروح فين، بتيجي منين، ما تخليش حد يطلع عليكي او عليك بشكل قوي، لان ده هيسبب لك كتير من الحسد من الاقربين او الناس القريبين منك ومش البعيد عنك. وهنا دي مشكلة بيواجهها اصحاب برج الحمل وبيتنرفز منها جدا، ان اشمعنى الناس القريبة مني، مع ان دول المفروض هم اللي يكونوا دعم بالنسبة لي، ولكن حظنا شوية ممكن يكون قليل في النقطة دي. ولكن عندنا حظ رائع جدا في حاجات كتيرة موجودة في حياتنا، عندنا كان اصرار في ان احنا ننجح وان احنا نبقى حاجة كويسة ونبقى شكل افضل واحسن من النص الثاني من 2019. ولكن في 2020 هيكون عندنا الوضع افضل واحسن فعلا، وهنبقى مكملين في ده، وهنكون انجح في حاجات كتير قوي قوي. كمان عندنا بشرات كتيرة إيجابية، هيبقى في انتقال لمكان جديد في السنة الجديدة، أو من بداية السنة الجديدة هيكون في حاجة جديدة في حياتك، ممكن يكون مولود جديد أو خبر رائع جدا هتسمعه هيسعد حياتك ويغير حياتك بشكل كامل. كمان 2020 هي سنة السعادة الحقيقية لبرج الحمل، خلينا نقولها بالشكل ده. لو هنتكلم على الوضع الصحي، الوضع الصحي هيبقى أفضل كتير، ولكن نخلي بالنا من إن إحنا ممكن نتعرض
تتعرض لبعض المشاكل الصحية نتيجة عدم نظام الغذائي بشكل جيد، يعني أكلنا مش مظبوط. من ممكن الضغوط اللي عندنا هتبقى مأثرة في حياتنا، مأثرة على القولون عندنا، لأن برج الحمل كتير قوي قوي بيتعب بيه القولون والصداع، فدي بيكون أثر الضغط، وهو ضغط إيجابي احنا قلنا عليها، ولكن أثر الضغط ده هيكون فيه تعب. خلوني أكتفي بالموضوع لحد هنا، واستنوا فيديو النصائح، يعني يعتبر هنكمل التوقعات، وممكن نكمل التوقعات مرة تانية بشكل تفصيلي أكتر من كده. طبعا بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة، تفعيل الجرس. سلام.